لسه مكملين مع منتخب مصر ودعم منتخب مصر ومساندة منتخب مصر، ومعانا على الهاتف الكابتن عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو رابطة الأندية. كابتن عامر صباح الخير، مشرف ومنور. الخير يا كريم، بيه حضرتك؟ أخبار حضرتك إيه؟ كله بخير؟ تمام الحمد لله. يا رب دايما. كان لسه معايا الكابتن ضياء السيد وقلت له إحنا كلنا في ظهر منتخب مصر، قول لي اتحاد الكرة بقى شغال إزاي على منتخب مصر الفترة دي؟ والله أي طلب يقدمه الجهاز الفني إحنا بنلبيه على طول. الرابطة مشكورة برضو، كل ما طلبنا كاتحاد بقى من طلب مستر كرويش ان هو يقدم بعض المباريات الجولة 3 عشان الأندية غير مشاركة في بطولة أفريقيا انها تبقى رجليها في الملعب وتلعب مباراة قوية. قدمنا المباريات وأعلنا الكلام دوت بعد موافقة مستر كرويش على التعديل دوت. عظيم جدا. طبعا أي طلب بيقدمه الحقيقة مستر كرويش بنلبيه كاتحاد كرة. ويكفي العملية الدولة النهارده ان السماح ب 60,000 ده يعني رسالة قوية جدا ان الدولة كلها خلف المنتخب الوطني ان شاء الله. عظيم جدا. المعسكر هيبدا امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله يوم 20 ان شاء الله. يوم 20 اللاعبين المحترفين طبعا البطولات الافريقية الاربع اندية المشاركة عندهم اخر مباراة 18 19 20 هينضموا بعدها. واللعيبة اللي من الخارج هيجوا يوم 21 ان شاء الله تمكن الاجنده الرسميه الدوليه من 21 ل 29. عظيم جدا عظيم جدا. طيب النهارده سمعنا كمان ان النادي الاهلي جات له زي موافقه مبدئيه على حضور 5,000 مشجع لمباراه صن داونز يوم السبت، الكلام ده بقى رسمي واكيد ولا لسه؟ ما يمكن كنا مشينا من اتحاد الكوره لسه ما جاتش حاجه رسمي، انما تم اعلانه. يبقى هو مظبوط. مظبوط، لان الحقيقه الامن ما بيتاخرش دلوقتي عن اي نادي. صحيح، وكله واقف ضد الانديه اللي هي بتشارك في البطولات الرسميه الدوليه والقاريه لان كلها بتمثل مصر، واي نتيجه ايجابيه بتبقى طبعا باسم مصر. عظيم جدا. طيب عايز اسال حضرتك على السؤال المتكرر بس نعرف وصلنا لحد فين في بطوله كاس مصر الموسم الماضي، هل الغيت خلاص؟ هل انتهى الامر بالنسبه لها ولا لسه مفتوح الملف ده؟ هل في مشكله ولا مفيش مشكله؟ الوضع بالنسبة للبطولة دي ايه؟ هذا اللي هو شركة الراية كان في جلسة تمهيدية كده يوم الأحد وهتستكمل بكرة. وبعدها إن شاء الله رئيس الاتحاد جمال بيه علام وخالد بيه دوران دولمي الصندوق هيقعدوا مع شركة الراية والناس كلها ليها هدف واحد اللي هي مصلحة الكرة المصرية. هل حسم موضوع إن بطولة كأس مصر الجديدة بقى بتاعة الموسم ده بدون الدوليين؟ لا محدش قال بدون الدوليين. انا بسال حسم يعني كان في مقترح لده او يعني سمعنا ان في مقترح لده؟ لا مفيش حد فتح الموضوع ده خالص. مش مفتوح خالص؟ لا حتى ما بيحصل هيحصل في دور 32 فقط للانديه اللي هي عندها مشاركات افريقيه وما عندهاش وقت. ممكن تتعمل بس هي الجوله الاولى اللي هي دور 32 بس، انما مفيش قرار نهائي بالشكل ده. تجديد الثقه في الكابتن عصام عبد الفتاح رئيسا للجنه الحكام بعد ما قرينا انه كان ممكن يبقى في مقترح لرئيس لجنه حكام اجنبي، قرار جه ازاي وثقه في الكابتن عصام مره اخرى؟ لا الموسم منتهي والكابتن عصام مقدم تصور للجنه بتاعته واللجان الفرعيه كلها في المحافظات كلها، وعنده تصور لتطوير الحكام. هنقف معاه طبعا وندعمه لان احنا نحصل طفره في مستوى الحكام، وكل طلبات طبعا اللي هيقدمها احنا واقفين معاه فيها لان الكل ليه هدف واحد في اتحاد الكوره، انه عارف ان التحكيم هو العنصر رقم واحد لان بيمنع مشاكل كتير وبيمنع حتى المسابقات اريح له ان الحكام تبقى على اعلى مستوى عشان المشاكل بتقل جدا والتقارير بتقل جدا اللي بتجي لنا. فبالتالي نتمنى ان الكابتن عصام هو اخذ راحته في التعيينات، اخذ راحته في كل حاجه هو طلبها. فما فيش طبعا اي مبرر بعد كده للحكام. ما فيش اي مبرر؟ طبعا لازم طبعا خلاص احنا وفرنا كل حاجه وهندعمه، كل قرار تبقى ياخدها عقوبات او اي حاجه احنا هندعمه فيها. واللي بيتفوق لازم هقف معاه كلنا. صحيح، كل واحد هيخفق او يهمل بقى في مستواه لازم يتخذ معاه موقف يعني. طيب الكلام دايما على فكره التجديد لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لفتره اطول من فكره مباراتين تصفيات كاس العالم، هل هذا الامر طرح في اتحاد الكوره؟ هل الفكره دي طرحت؟ انا عارف انه ما فيش طبعا تجديد للتعاقد او تمديد للتعاقد، بس الفكره دي مطروحه؟
لا نهائي، ما حدش اتكلم فيها خالص صحيح، ما حدش اتكلم فيها خالص، حتى الناس المسؤولة عندنا في المجلس هم بيتابعوا المنتخبات الوطنية كلها، كلهم بيشيدوا بمستر كروش والحاجات اللي قدمها واللعيبة الجديدة اللي طلعها للمنتخب في خلال 3 4 شهور. يمكن كان بيتهاجم في وقت البطولة العربية على إن هو دخل لعيبة جديدة، إنما بانت الحقيقة هو فكره كويس إنه هيحتاج اللعيبة دي في أمم أفريقيا لقاها، وده كان هتبقى مشكلة كبيرة ناحية الباك رايت والسيرد باك محمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد، يعني هو عمر مرموش برضه بيأيده وبيدعمه عشان يتقل في الملعب. فهو الحقيقة قدم لعيبة ومردود خلال 3 4 شهور، وصوله لنهائي افريقيا طبعا كان مفاجاه للناس كلها، مش هنضحك على بعض يعني. صحيح. وقفوا مع كل، وطريقه كان صعب مع كل المنتخبات المرشحه اللي كان البطوله، قدر ان هو يتفوق عليها ويوصل للنهائي. صحيح. كابتن الكبير كابتن عامر حسين عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم وعضو رابطه الانديه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.